السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ شلونكم؟ طيبين؟ معكم فاز جايب لكم اليوم تجربة اللعبة Life Goes On Down to Death. الحياة تستمر معي من العنوان. المهم اللعبة هذه نازلة 2014 قديمة، بس عادي احنا نجرب قديم جديد اي شيء. اللعبة موجودة على ستيم على تخفيض خرافي تقريبا 70 أو 80%. خلونا نبدأ. انا لعبتها كم مرحلة عشان نشوف توتوريال وكذا وخلص. وصلت المرحلة اللي هنا. فكرة اللعبة بشكل عام لازم بالجنود اللي معك لازم تضحي، تضحي بحد عشان تفوز. مستحيل تفوز بدون ما تضحي بحد. وخلونا نشوف زي هذا. اول واحد تلعبين مستحيل تفوز لي من اول بداية، لازم نموت. طيب بعد المرحلة مدري وشي تو سجمها. خلونا نجرب. اوكي الكاس وينه؟ اذا وصلت يم الكاس تفوز. خلونا نشوف الكاس وينه. واللي فوق ذاك اذا عطيته اكل ما يمديني اروح هناك. لازم فوق. اوكي طيب شلون نضحي الحين بالبداية؟ لا شلون نخلي واحد يجي هنا؟ او لازم يجي احد هنا عشان يمسك كذا. وبرضه مو لازم واحد، اكثر من واحد اتوقع. طيب في شوك تحت تشوفونه سهل. خلي خوينا يموت احنا نروح نلقى فوق. ابو اللعب الطفي لا تضحي بحد اخوياك. طيب اللي فوق اذا رحت له هذا يمدي اتوقع. ما يمدي اروح له. اصبر لا لا يا طبيعي. اوكي لا 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 شت. اوكي هذا مضحي فيه. كل ما ضحيت احسن شيء، كل ما ضحيت يجيك واحد جديد جيش هو كامل. بس بالنهاية راح اوريكم شلون يمدينا. معي انا من خلي ولدي. اتوقع يمدي اذا ذبحت احد. شلون تذبح احد هنا؟ ما ادري. المهم هنا تشيك بوينت. الكاس ما اشوفه للحين. اوكي هذا خليه يمشي. وقف يمشي. وقف. اوكي يمدينا يجي فوق. يمدينا يجي هنا. طيب النار شلون نطفيها؟ من اللي هنا سويتش صح؟ طيب يمديني يمشي ما يحتاج اضغط. لازم واحد يطفي النار. شيء تذاك الكاس فوق تشوفونه فوق على اليمين. طيب سهلة مرة. تضحي بهذا صح؟ بعدين تخليه يروح طفي النار الجثة حقته. مرة سهلة. لا الحين كل شيء سهل. يبقى نفس الطريقة اللي قبل شوي. واحد يجي هنا يمسك اللي هنا. شت يعني المفروض بالبداية ما خليت، المفروض ما طفيت النار. الحين شلون اشغل النار؟ اتوقع ما يمدي. نو ما يمدي. لازم نحاول نخرج الجثة اللي هناك. ولا ما يمدي تشغل النار. طيب نرجع. طيب اتوقع هذه مدينة طشه. ما يمديني حذفه صح؟ لا خلاص اخطينا. نقدر نسوي ستارت نرجع ثاني مرة عشان بس نعدل اللي سوينا او شيء. فايز ما تعرف تتكلم. اصبر خلنا نتكلم زين. طيب اول شيء لازم نخشبه وبعدين الثانيات. طيب يلا هاي زي كذا نسوي بالثاني زي كذا لازم. ذبحت 100. اوكي يبغى نذبح 1000. اوكي طيب الفكرة اللي انا اقول شيء نخلي هذا يجي هنا. ما يمدي. ما يمدي يوصل فوق. لا طيب نخلي النار تذبحه عادي يحترق. و لا صح اذا احترق ما مسك جثه يتفحم على طول. شت طيب شلون؟ لازم اوصل هنا. لازم نوصل. تكفى تكفى. اتوقع اني فهمتها. مت يا فايز. فهمتها شوف الفكرة.
لا بس هنا صح شوفون لازم هناك تضحي فيهم بس ما يمدي ناسا لا يعني مفروض اثنين اتوقع مفروض اثنين طيب ما يمديني مستحيل طيب سويت جثث كثيرة هنا ان شاء الله يفيد ان شاء الله يعني ما اتوقع خلنا نجرب ان شاء الله يفيد ان شاء الله يفيد فكرتك مرة غبية يا فايز مرة غبية طيب شلون هذه صعبة بالبداية صرنا صعبة اوكي نجي هنا لا هذه ترى من البداية صح زي ما قلت لكم تشوفون جثث بس هذه ترى من البداية اخيرا عندي شو حليت صدفة طيب الحين كم واحد قضينا عليه فيكتوري اوكي هنا اكتب لنا العدد اللي 10 ماتوا اوكي ضحينا ب10 ومفروض بدقيقة تخلصها مفروض ضحي بس ب4 احنا 10 يعني اكثر من الدبل وبثلاث دقائق اوكي اوكي يا اتفهمنا اهم شيء فزنا كمل المرحلة اللي بعدها هنا اوكي في مدفع هنا اوكي اوكي كمل يا فايز الكاس فوق اوشت شكلها صعبة ما اكتبوا لي اتوقع يكتبوا لكم البداية كم واحد ضحي صح شكلها مرة صعبة طلعوا لك هنا صح يبونك تضحي بخمسة بس خمسة اشخاص يعني تذبحوا وتجيبها بدقيقة 10 ثواني وهذا الشيء اتوقع صعب او صعب وش هذا اصبر مدفع اوكي لازم حذف واحد فوق عرفت ما ادري اعطوني تشيف من بعد اوكي ايه لازم واحد يروح فوق يطفي النار شلون اتحكم بالمدفع هذا اوكي بالماوس هنا صح ان شاء الله تجي فوق صح لا هو يبون خمسة نضحي اوكي احنا الحين نضحي بخمسة ابد زلوة ايي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 ي
اصبر اصبر فوق ايه كذا كذا يجي صح يلا مفروض يجي اوكي طيب فوق شوي اخيرا كم واحد مات سبعة بس عشان ندفع خوش تضحية اوكي في هنا جسر ما ادري ايش قصته هذا بس قبل اجي اوكي هذا الثامن مات جيش لازم يموتون ما مستحيل اوكي في بعد ندفع هنا طيب شلون شو بنسوي بالمدفع هذا المشكلة إذا طار خلاص مات اوكي ما اتوقع له فايدة المدفع اهم شيء نركب بس نزود سرعة هذه اتوقع ناخذ تشيك بوينت نجي هنا الحين وضعنا تمام شويك يا ولد مستحيل نوصل اتوقع لازم نزود السرعة شوي نزود سرعة هذا صح كمل ما يوصل بعد لازم نزود سرعته مرة استعد اطلق يا خبي وقفته وي يبون بس خمسة ترى كل اللي تذبح بالحام عيت منها لا ايش فيني وقفه اوكي يلا 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 كفو الجيش كفو كفو
كملوا. اصبر اصبر، ما باقي شيء، ما باقي شيء. اذا جت، اذا راحت اصقح. اصبر، ايوه يلا من يمدي. لا يا اخي لا، يلا يلا نعطيها دفه ثانيه. اصبر اذا راحت صح. يلا واحد اثنين، اي كذا توصل. لا 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 لا، واحد بيموت بسرعة. اه فايز المرعي، اسرع اسرع اسرع. اوكي كأنها خفت، يمدي. هو اخيرا شلون اللي بيروحون فوق من الوحش اللي هناك؟ مستحيل. فيكتوري، كم واحد توفى؟ اوه 17 ما شاء الله، حتى العرب هذه ما تمسحوا. جبناها ثلاث دقايق، ايه اخي نصابين، مستحيل احد يجيبها خمس دقايق. اللي يجيبها خمس دقايق اكتب لي تحت، ماني ما اتوقع احد يجيبها خمس دقايق. قصدي اوه شت، الغاز كثيرة. طيب حنا وين؟ وين الفاس اصلا؟ اوه هنا حنا نرسبن هنا. اوكي بيا كم يبغونا؟ واحد نذبح خمس بس، اعتبروها الدبل. اوه يبغونا نطفي بس هنا. لا احمر نبي صح؟ احمر يطفي النار الحمراء، النار الحمراء. قصدي طيب هذا طفى، بس الازرق والاخضر باقي. يعني واحد يموت يقعد هنا. عشت يا شطار، والله حلوه الفكره. اوه لا، طيب اذا طفى هذا شلون يطفي الثانيات؟ والله صعبة، والله صعبة. طيب نخلي هذه هنا شلون فيها شوية صعوبة، يعني يبون أكثر من واحد مثلا. خلينا نجرب. صاروا اثنين، ما راح نستفيد شيء، انه كله ينزلون تحت مع بعض يروحون مع بعض. نخليها تدور مرة وحنا نروح نركض. اوكي فهمت فهمت، يلا همش. لا 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 لا، خطأ خطأ. خلت الدور، خلت الدور. هلا واحد اثنين ثلاث، وش واحد اثنين ثلاث مو واقف. اوه شت صح. طيب مين يروح فوق؟ في شي فوق، لا ما نضغط يمكن. اصبر اصبر اصبر، في شي هنا. كيف نوصل له؟ كيف نوصل لهنا؟ اكيد له فايدة. اوه في المدفع صح، ما شفته. طيب وش فايدته؟ ما ينزل تحت. لا كنت اقول يمكن تسقع لي هنا، بس ما ينزل تحت. هذا نجرب فيه بس. يا اخي جرب ناس، كيف هو اللي جايين توظفون؟ طيب شلون؟ وش قصة المدفع؟ فيش اللي بعده؟ اكيد فيه حل، اكيد فيه حل. شوف هذا نجرب، ما استفدنا شيء. اوكي اكتشفت انه لازم كله على الازرق اللي تحت، وبعدين نحط يفتح الجزر اللي هنا، بعدين نخلي هذا. طيب اطفي النار. اوكي هاي تذكر اني قلت بس يبون خمس. طيب هذا خاص، شو لو جيت هنا؟ طيب وش الفايدة؟ انا نحرك نخليه على الازرق يمكن. خلينا نشوف، يعني قصدي الاخضر وش يصير؟ لا الاخضر نبي يا حمار.
يمشي السير. طيب شو فايدة مشي السير؟ مش نستفيد من إذا مشي السير؟ والله ما أدري. لحظة أتوقع جتني فكرة. يمكن إذا مش السير لحظة شوف. نه يب مثل ما توقعت مثل ما توقعت. يبغى أن نحط مجموعة فوق عشان يمدي يطفي النار. شكله صعب. بس الحين لو طفوا فوق قبل يا دلخ. الحين طفوا اللي فوق طفى النار. شلون يموتون؟ شلون يموتون؟ أقدر أذبحه هنا؟ ألا أقدر عن طريق المدفع. شوف أنا أحط واحد هنا إن شاء الله يطيح صح. يموت هو طيب. لا 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 خلك تحت خلك تحت. حلو الحين نمشي السير صح؟ أتوقع صح. نخلي السير يمشي. حنا نروح هنا نستعد. من هذا راح يمشيه صح؟ والله اني ذكي. بس بعد كم محاولة خلصت والله. طيب بس حللها. طيب طاح الكاس بس. وكان اللي مات وينه؟ تبرر منه. كم ماتوا؟ 8. هو 5. حلو حلو. بس بست دقايق. شت. المرة اللي بعدها. هذي يبون 10 يموتون. 10 والله كثير. طيب خلنا نشوف وش كرونت هنا يمشي. وش القصة؟ عرفت القصة عشان نقول كذا يطلع هنا. اوكي سهل. وفي اشواك هاي سهلة تلعبها بالمراحل الاولى تجيها. تلصق خوياك تعلق عليه. اوكي اوكي لا لازم نوصل اكثر من واحد عشان تعلق عليهم. طيب وبعدين في نار نروح هنا. شيك بوينت. اوكي شو الفائدة في فوق؟ اوكي هذا تحرك نار. حلو خلا هنا. اوكي ما ادري شو الفائدة بس نستكشف مع الوقت. خلا نشوف. خلي هنا في شيك بوينت. لا يا غبي فعل هذي. انتبه عادي عادي مات. انتبه ذولا يلمسني عشان بقرب النار واحرق نفسي واطلع ورا النار. والله اني ذكي. اصبر اصبر سرعة 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 سرعة. الحين نطلع هنا. شفتوا؟ طيب وش الفائدة يا فايز؟ في شيء نقدر نجي هنا؟ لا اتوقع لا. اوه يبعد الكاس. اوكي نروح المدفع. المدفع جبناها صح. والله اني غبي. المفروض افعل شيك بوينت اول شيء بالمدفع. يمدي يمدي بعدين احرقه. كفو يا اخي. حريفين حريفين العاب. طيب خلينا كم واحد؟ 8 اللي ماتوا. وكم طالبين؟ 10. والله ان حط لنا رقم هو قياسي بس ما الوقت عادي صار مو لازم الوقت. المرحلة اللي بعدها في مرحلتين. طيب توقع هذا زعيم شكله. اذا فيها زعيم خلنا نروح نشوف وش هذا. 4 بس اللي موتوا. والله مو زي ما ده. مرحلة صعبة. لا اكره اللي كذا. هذا شو يدف؟ هذا شو يسوي؟ يفتح الجسر ويفتح البوابة اللي هنا. طيب فتحناه ممكن نستفيد. نروح هنا. طيب وهذا شو يسوي؟ ينزل شيك بوينت. اوكي نفعلها.
ارفعها فوق اتوقع يبون نسوي كذا، وبعدين نضحي بواحد. كم يبون نضحي؟ اربعة بس. شت ما يمدي، ما توقع توقع اكثر من اربعة. احنا لازم هذا يسكر اللي هنا. طيب شو الفائدة يسكره؟ هو ما ادري بس اوكي توقع يبون كذا. كمل. طيب خلنا نروح. لا يا غبي، هذا هو الواحد مات بالخطأ، معليش. طيب في شبونت هنا بتاعت شتي كذا رن. اوكي نفعل هذه صح، وين رفوه بعدين ننتحر. شلون؟ لا يا لازم نفعل هذه عشان نروح فوق من الزر اللي فوق. بعدين الحين نذبح هذا عشان يموت. لا مت هنا. بدك تموت؟ لا يا غبي مت يا حيوان. اوكي يمديني يجي هنا من الزر هذا. هذا اللي قبل شوي انت يا قلخ. طيب اتوقع لحظة نرفع هاي صح؟ ما استفدنا شيء. انا توقعت هذا يفتح الباب اللي تحت. شلون؟ هو لازم نروح فوق 100%. لازم نروح فوق. طيب اذا ذبحنا نفسه الحين ما استفيد شيء ان هذا نازل تحت. في شيء يفتح الباب هذا اللي تحت؟ لازم في شيء. والزر اللي فوق ذاك ما جينا، هذاك اللي يفتح الباب اللي تحت اتوقع. اعتقد هذا شو يسوي؟ ما يسوي شيء. خلي يولي. شلون نروح فوق؟ هنا السؤال، شلون نروح فوق؟ في شيء هنا؟ ما في شيء. غشوا يبون نخلصها بدقيقة، مدري صح دقيقة قال. ايوه دقيقة. صعبة. خلي اروح فوق. طيب صح فتحنا اللي تحت، ما ادري شو فايدته اللي تحت اصلا. احنا اول ضغطناه فتحنا اللي هنا صح؟ خلينا نجرب. يب سكر هذا يفتح هذه بس ما له اي فايدة. يعني المنطقة هذه اليمين كلها ما لها فايدة اتوقع. بس تغير شيء اذا ضغطت. اصبر لا يفتح الجسر اللي هنا ويسكر. اوكي خلنا مسكر. بعدين نفعل هذه. شلون نموت الحين؟ شلون اذبح نفسي؟ need to kill myself. انزل تحت ما في شيء. كمل هنا ما في شيء. ما يمدي. لا ما يمدي. اكيد في حل بس ما ادري شلون. اوكي اكتشفت ان هذا الزر شلون يفتح لي يسار تحت. اوكي خليه مفتوح يسكر هذا صح. بس عاد باقي احمر، زر احمر هذا. لا لازم اللي فوق. اوكي طيب نجي هنا الحين. الزر هذا يمديني نضغط صح؟ وش يفتح يسكر على هنا الحين؟ طيب شو الفايدة؟ ايش الفايدة منها؟ فتح الباب اللي تحت. اوكي اوكي لا زين. اوكي زين ننزل مني كذا. وضعنا الحين تمام صح؟ صح 100%. اعتقد الحين نرفع هاي فوق. مدينا ننزل هنا ونروح ونذبح نفسنا صح؟ يب
صح عليك صح اخيرا. اوكي بعدين هذا وحلينا. والله صعب اللغز والله صعب بس سهل. فكرنا فيه حلينا. كم واحد ذبحنا؟ تمام. وكم يبون؟ 4 دبل. اوكي طيب يا شباب هنا بتكون نهاية الحلقة. إذا تبون نكمل باللعبة هذه ونكمل وننزل حلقة ثانية اكتبوا لي تحت. بس قبل كذا لا تنسى اللايك والاشتراك تنشر المقطع. وكان معكم فايز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.